والله انا بالنسبه لي يعني امل الكويت يعني من افضل المحلات اللي انا تعاملت معها صراحه، يعني ولا قصورا في الباجي. طبعا في اسامي عريقه يعني بالعالم البخور والاطياب، بس امل الكويت المواد اللي يجيبها او العطورات والبخور يعني شيء متعوب عليه، يعني مو اي كلام. لا يجيب شيء يمكن شويه السعر اغلى من باقي المحلات، لكن السعر في الماده اللي يجيبها. يعني انا من اول الناس اللي تعاملت مع امل الكويت صراحه، من اول الناس وما زلت يعني، وفي عطور لحد الان انا دائما اخذها منه، مثل العود الملكي ومثل فاطمه. والله انا دائما اخذ منه الكمبودي او البورمي، ساعات اخذ يعني اذا حصل هندي درجه اولى. عموما بضاعته كلها زينه، يعني امل الكويت كل شيء عنده زين، ما مو مجامله ولا شيء، لا والله انا اقول الصدق. امل الكويت موطن البخور والعطور.